وبركاته. حياك الله شيخ قاسم، ارفع صوتك شيخ قاسم، صوتك ضعيف قوي. انا في ايران بخدمتكم ان شاء الله تعالى. انت فين؟ انا في ايران. تعمل ايه في ايران يا شيخ قاسم؟ الله يسلمك. مع اخي مريض شويه وفيت بيه الى الطبيب. والطبيب في ايران؟ طب ما انت عندك قبر الامام الحسيني موجود في كربلاء، يعني كيف تذهب الى الطبيب والطبيب ببلادنا؟ الامام الرضا هم طبيب ان شاء الله تعالى. ماشي، ولكن الامام الحسيني اولى من الامام الرضا. خلاص الله والسلام عليك ان شاء الله. يعني انت ذهبت للامام الرضا ام ذهبت الى طبيب في ايران؟ لا، الى طبيب في ايران وزرت الامام الرضا. طيب والحمد لله تم الشفاء يعني؟ ان شاء الله تعالى بفضل الدعاء. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشافي كل مرضانا ومرضى المسلمين. امين رب العالمين. طيب فاضي يا شيخ اخذ من وقتك دقائق معدوده؟ فضل. هو عندما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، هل الحسن يفر من الحسين يوم القيامة؟ لا. يبقى إذن القرآن هنا ليس بصادق في هذا القول. لا لا لا، ليس هذا، ليس هذا. نحن نقول بأن القرآن في كل كلمات حركات كل إن شاء الله سأنا صادق. لا، احنا لا نقول هكذا. يا شيخ ركز في الآيات يا شيخ، بارك الله فيك. تمام. سؤال بس. يوم يفر المرء من أخيه، تمام، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تمام. أنت عربي وتفهم العربية. طيب، ما هنا القرآن نزل بلغة العرب. هل الحسن والحسين يفرون من بعضهم البعض تصديقا لقول الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم، أم لا تنطبق عليهم الآيات القرآنية وبالتالي أصبح هناك عدم مصداقية للقرآن، أو إن هناك آيات نسخت حكم هذه الآيات في هؤلاء؟ لا، أولا السؤال ده محيرني يا شيخ بقاله 5 سنين. بس تنطيلي مجال تقول. طب ارفع الصوت شوية عندك يا شيخ، ارفع الصوت. تفضل تفضل. ارفع الصوت شوية. اللي تريده بالضبط، انت اللي تريده بالضبط. خاطر انا احكي اجاوب على السؤال، اما انه انت بالنسبة لك انت تحكي وتتجاوب انا هم ما اقدر. انا اذا سؤال اجاوب عليه اي لا. طب جاوبني بأدير. تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ جاوبني براحتك، وبس عايز دليل عشان الموضوع ده تعبني نفسيا. لا، هو مو دليل. إذا دليل لا، أنا أتفق على وقت آخر وأجد الدليل من القرآن وأجد الدليل من السنة وأجد الدليل من إن شاء الله الكتاب. أمال حضرتك على أي أساس رفضت وقلت لا لا تنطبق عليه؟ أو أولاً على أي أساس رفضت؟ أولاً، من الله سبحانه وتعالى يجعل بعض الناس شفعاء يوم القيامة؟ شفعاء، الشهيد يشفع، الإنسان المؤمن يشفع، كل هؤلاء يشفعون، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الناس تقول نفسي، الأنبياء تقول نفسي، ويقول أمتي. يا شيخ ده مش سؤالي، أنا مش ده سؤالي خالص في موضوع الشفاعة. موضوع الشفاعة ده شأن آخر. خلنا نكمل. إذا كانت المقدمات خطأ فالنهايات هتكون خطأ يا شيخ. لا لا لا، ليش مقدمات خطأ؟ لأن هذه أنا أتحدث معك الآن في موقف الساعة، في موقف الساعة قبل الشفاعة، قبل وقوف الأنبياء على منابر من نور. تمام. هنا الآية هذه تتحدث عن أول منازل يوم القيامة أو أول أهوال يوم القيامة. لا، لسه ما دخلناش في الشفاعة، لسه ما دخلناش في الصراط، لسه ما دخلناش في تطير الصحف، لسه ما دخلناش في كل هذه الأمور. هو أوله آخره القرآن. لا إله إلا الله. أوله آخره. أنت تريدني أنا أجيب هذا المقطع وتقول لي يا شيخ الآية بتقول إيه؟ فإذا جاءت الصاخة. اسمعني بس يا شيخ، اسمع بس عشان تقرأ الآية. طب اقرأ الآية من البداية يا شيخ، من أول فإذا جاءت الصاخة حتى تفهم الآية تتحدث عن ماذا. تفضل اقرأها يا شيخ. أنا قارئ الآية. أنت
لا لا انا ما اقرا الايه، بس انا قاعد بس اقول لك. اول قضيه، القضيه بانه القران يفسر اوله اخره، اوله اخره، فاحنا لابد ما ناخذ مقطع من المقاطع القران ونقول هذا مفسر شنو، نقول ايش نفهم منه، ونريد نطبقها على جميع المخلوقات، على جميع المخلوقين. لا، اقول القران فيه ناسخ ومنسوخ، وفيه عام وفيه خاص وفيه استثناء، هذه كلها لابد أن نفهمها، ثم نأتي ونقول بأن هذه الآية تنطبق على الحسن والحسين، تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تنطبق على الشهداء، تنطبق على المؤمنين الصالحين الأول. في تلك اللحظة صح نقول صح. يعني أنا عندما أجد آية في القرآن تقول محمد رسول الله، لا أؤمن بهذه الآية إلا أن أجمع مجموع الآيات، صح يا شيخ؟ نعم. شوف يعني هاي مغالطة، لا إله إلا الله، إيش المغالطة في هذا؟ مش ده كلامك شيخ؟ لا لا، عندما أجد آية في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أسيب هذه الآية وأدور على كل القرآن من أوله لآخره عشان أفهم تفسير هذه الآية، تمام؟ محمد رسول الله، لن أؤمن أن محمد رسول الله في هذه الآية، لازم أجمع القرآن من أوله لآخره عشان الآية تبقى عندي واضحة صريحة. لا لا يا أخي لا، شيخ قاسم العساوي ركز معايا في اللي أنا هقوله. دين الشيعة قام على أجزاء من آيات، لماذا لم تقول للشيعة عندما قالوا مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الركس أهل البيت وطهركم تطهيرا، ده جزء من الآية ما ينفعش نقيم عليها دليل في العصمة، ها؟ لماذا هذا الجزء قام عليه الدين؟ ثانيا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، جزء آية أقمتم عليها اتباع الإمام علي والتصدق بالخاتم، جزء من آية لإبراهيم عليه السلام قلتم إن هذه هي الإمامة، جزء من آية يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، قلت ده يوم الغدير التنصير، لماذا لم تجمع القرآن أوله من آخره؟ وقام الدين قاتبة، وأعظم أمور الدين قامت على جزء من آية في الأحزاب. قال ألم يجمع ويفهم من خلال القرآن هذه الأحاديث وهذه الآيات الكريمة، إنما قالوا بأنها شهادة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما من قال هذا جمع القرآن، تقول أنا جمع القرآن في إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، جمع القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، جمع القرآن. نعم. طب اديني كده جمع القرآن في إنما، طب اديني كده جمع القرآن في هذه الآية، تمام؟ مو جمع القرآن، فهم المؤثر يقول لي يكون أقرأ القرآن من أوله إلى آخره، يا الله أؤمن بهذه الآية. أقول من قال بإمامة أمير المؤمنين ومن قال بأن هذه الآيات تدل على هذا المعنى قرأ القرآن واستدل بهذا الأمر. لا 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 لا، مش قرأ القرآن ولا حاجة، ده هو اقتبس جزء من آية عشان يثبت الدين. اسمع بس يا شيخنا، اسمع، أنا هثبت لك هذا الكلام. عندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، من الذين آمنوا؟ المؤمنين. من هم المؤمنين؟ الذين آمنوا. لا إله، مين هم يعني المؤمن؟ من هو المؤمن؟ كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل من آمن به مؤمن؟ عم مؤمن. يعني كل من آمن بالرسول فقط مؤمن؟ آمن بالرسول واستعاد بعد هذه مؤخرة، آمن بأن الله واحد وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو حبيب الله وهو رسول الله وهو خاتم الأنبياء، هذا من آمن به فهو مؤمن. وأين الإيمان بالملائكة والكتب والرسل؟ يا أخي هذا ضمنا، هذا ضمنا يا أخي. إيش هذا ضمنا يا شيخ؟ إيش هذا ضمنا؟ إيش هذا ضمنا؟ أنا أقول آمنت بالله. الله بعث محمد وبعث موسى وبعث عيسى وبعث إبراهيم وبعث إبراهيم. أنت قلت من آمن بالنبي محمد، خلاص همشيها لك دي. الآن كل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مؤمن؟ إن شاء الله مؤمن. يعني يزيد بن معاوية مؤمن؟ كل من شهد أن لا إله إلا الله، أنت كنت مع يزيد؟ أنا بسألك سؤال. لا سؤالي أنا أقول يزيد عندنا بالتأريخ بأنه لم يؤمن بأن الله واحد وأن رسول الله، أنا أقول بأن يعني لم يؤمن بأن الله واحد؟ يؤمن بهذا الشيء.
أمال كيف بايعها علي بن الحسين وهو ليس بمؤمن ولا تجوز بيعة لم يؤمن كافر في بأن الإسلام؟ الله واحد، ولم يؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث وهو خاتم النبيين، لم يؤمن بهذا. طب وكيف بايع، وكيف بايعها يا شيخ قاسم، وكيف بايع علي بن الحسين بايع مشركا كافرا بالله وبرسوله؟ من علي بن الحسين؟ اي علي بن الحسين ماذا بايع؟ من بايع؟ يزيد. بايع من يقول هذا؟ كتبك تقول هذا والله. لا 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 لا، اولا لم يبايع علي بن الحسين عليه السلام. طيب ثانيه واحده بقى يا شيخ، ثانيه واحده، خليك معايا يا شيخ قاسم العساوي. اذا جبت لك روايه انه بايع يزيد من كتب الشيعة، ماذا انت فاعل؟ ادرسها، ابحث تدرس عنها. بتقول لم يبايع اساسا، على اي اساس بتقول لم يبايع وتقول دلوقتي ادرسها؟ يعني يا شيخ حدث العاقل بما لا يعقل، فان صدق فلا عقل له. يعني عندما يكون الدليل ضدك. انا قرات كتبي، بس اسمع اسمع، انا قرات كتبي ولم اجد. انت عندما تاتي بروايه وتقول هي من كتبك، اقول جزاك الله خير جزاء المحسنين، انا سوف اقرا هذه الروايه وابحث عنها. تبحث عنها ازاي يعني؟ تبحث عنها في ماذا؟ تبحث عنها في ماذا شيخ؟ نعم، تبحث عنها، كيف تبحث عنها يعني؟ في الكتاب الذي تقول انت فيه. يعني انت انا هكذب عليك انا يا شيخ؟ الله يسامحك. بلي يعني انا هكذب عليك واقول لك انه بايع وما فيش روايه انه بايع؟ لا 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 لا، انت لا تكذب وانا لا اكذب. طيب شيخ، يعني انا لو جبت لك روايه تقول انه بايع، انا اقول هل تترك التشيع يعني شيخ؟ انا معتقدي، انا اعتقد، انا اعتقد، انا انا كشيعي، انا اعتقد بان علي بن الحسين عليه السلام لم يبايع يزيد. طب ماشي، اذا انت اديتك الروايه ولقيته بايع يزيد، هتعمل ايه؟ ايه اللي هتعمله بعد البحث ولقيت فعلا ان الروايه موجوده؟ انا اقول لك انا باعتقادي لم يبايع يعني. انا ماليش دعوه باعتقادك الان، انا بقول لك الروايه، اقول لك سابحث عنها، تقول لا لا تبحث عنها. لا لا، انا ما قلتش كده، انا بقول لك اذا اعطيتك الروايه وبحثت عنها ولقيتها فعلا موجوده، انت رد فعلك هيكون ايه؟ اذا بحثت انا وجدتها بان بايع يزيد، نعم، عندنا باب، باب اسمه باب التقيه، باب التقية من الظالم. وربنا انك عسل، عارف ليه؟ عندك الف باب تخرج منه. بالله عليك يا شيخ، بالله عليك، توهم نفسك. واذا وقلت اصل اذا وجدتها اقول من باب التقية، وانت كنت قاعد مع الامام عشان تعرف كان من باب التقية ام من باب المصداقية؟ يعني انت بتمني نفسك شيخ قاسم العساوي؟ بالله عليك، يعني انت تمني نفسك بذلك؟ افق يا شيخ قاسم، انها جنة ونار. نعم افق بالله عليك، والله جنة ونار. نعم والله جنة ونار. يعني انت تقول هبحث واذا بحثت وجدتها هقول ان هي من باب التقي، حتى جوه نفسك في تناقض داخلي. تمام، دين الله واضح جلي لكل من بحث عن الحق وجده. تمام شيخ قاسم، انا ادعوك في نهاية. اولا انت دخلت علي بدون استئذان، انت دخلت علي باسم غريب، باسم واحد من اصدقائنا، باسم واحد من ما دخلت باسمك الصريح. انا اسمي الحقيقي اشرف غريب يا شيخ، انا نسيت اقول لك اسمي صراحة، بس اسمي الحقيقي اشرف غريب. لا لا لا، انا عرفتك، انا عرفتك بدون ان تقول لي. انا مشهور قوي كده يا شيخ؟ مشهور انا قوي كده شيخ قاسم العساوي؟ مو مناسب، مو مناسب. هو انا مشهور؟ مشهور هو انا مشهور؟ انا ما اعرف الكوفي اسمي الصريح. اسمي اشرف غريب يا شيخ. انت ليش تخلي، يعني انت ليش ما تقول بانه يابا انا اسمي تقية؟ تقية تقية بستخدم التقية. لا ما استخدم التقية وياك، ما استخدم. انا استخدمتها في الاسم، هو حرام ولا حلال؟ لا انا ما استخدم، انت ما ادري انت اللي هو اولا التقية متى تستخدم؟ يلا فهمني، متى استخدم التقية؟ يلا انت فاهم التقية؟ عند عند الشيعة؟ عند الشيعة متى تستخدم التقية؟ يلا عند الشيعة، عند السنة، عند اي المسلمين المؤمنين. لا عند الشيعة، مالكش دعوة بالمؤمنين، اصل التقية عند المؤمنين مختلفة عن التقية عند الشيعة. يلا بالله التقية المؤمنين، لا خلينا نفهم من المؤمنين، انا بدي افهم. لا التقية عند الشيعة غير المؤمنين. لا يا اخي انا افهم المؤمنين ثم الشيعة. يعني في حالة الاستضعاف، يعني تستخدم التقية في حالة الاستضعاف، اذا خاف على نفسه من القتل في مجتمع
يخالفه في المعتقد او يخالفه في امر عقائدي يستخدم الطاقية في هذا عند الاستضعاف. تمام؟ في الاستضعاف بعيد عند المؤمنين سواء بالشيعة. لا انت، انا بقول لك الشيعة غير، الشيعة بتستخدم الطاقية في كل شيء في حياتها. تمام؟ لو بتتكلم في التليفون ممكن تستخدم الطاقية. من يقول يعني دليل على ان الشيعة مستضعفة دائما. وانتوا ليه مستضعفين دائما؟ هو هذا السؤال هو ده. لا انتوا مش انتوا اللي عاملين نفسكم مستضعفين يا شيخ، يعني المفروض انتوا تقولوا ايه؟ تقولوا ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى نصر هذا الدين بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفتحوا الفتوحات وادخلوا الاسلام في بلاد المشرق والمغرب. تمام؟ فكيف نكون مستضعفين؟ الله يقول انا فتحنا لك فتحا مبينا. تمام؟ انت متوكل حاسين بالقران يعني يا اخي هاي هاي احنا عندنا مشكله والله انا ابدي انه نقعد بعد هيك ونسولف يعني ما ابدي بالتليفون. خلاص ماشي، اعمل لي زياره لايران يا شيخ وانا اعمل لي زياره لايران. شيخ قاسم انا جيت مصر، انا تيجي مصر؟ انا جيت مصر. انت بمصر؟ انا هم جيت مصر. يا ريت والله تيجي اعزمك على ارانب والله لو جيت مصر. والله ارانب انا ما اكل ارانب. ليش يا شيخ؟ حرام. الارنب حرام ليش؟ يعني حلال الارانب حلال. وايش اللي حرمها طيب يا شيخ؟ حرام. طب ليه حرام؟ ليه ما انا عايز اعرف ليه حرام. ليش حرام؟ مذهبي انا ما ناكل ارانب، انا ناكل دجاج، ناكل سمك، ناكل خصال، ناكل بقر. اي ناكل. طب ليش الارانب حرام شيخ قاسم عيساوي؟ بس هاي بعد انا اقول اروح لازم يموت اليمن يقولوا دليلك واي اقول لك واي اشياء حرام ويا ما بيها دليل يعني دليل اشياء اه يعني ما فيش دليل يعني خلاص هجيب لك بطيخ موالي يا شيخ قاسم العساوي ولا يهمك طالما الارانب ما بتاكلهاش يعني اجيب لك لحم بقر او لحم جاموس او او مثلا سمك. ايوه 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 عينيا يا شيخ. حاضر جاي مصر امتى ان شاء الله؟ انا اسمعني انا بالاراء ان شاء الله تعالى اكون بخدمتك وصديقني صدقني ما حد يمسك ولا يمس شعره من راسك. ماشي يا شيخ. تعزز مكرم بالاراء وتخرج معزز مكرم. تكرم يا شيخ قاسم. تبقى على هذه الوضعيه ما عندنا اي مشكله وياك. انا نفسي ارجع العراق يا شيخ وتدخلني الحوزه. اقرب الناس انت ليك ما اقرب الناس يعني الحوزه للمرجعيه. شنو عندك اسئله؟ شنو عندك طموحات؟ شنو عندك؟ انا طموحي يا شيخ انا 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 طموحي شيخ قاسم العساوي انا طموحي تمام ان الامام السيستاني يصلي بيا صلاه الجمعه يعني ان شاء الله تعالى. ادعو له هو مريض رجاء ما يقدر يعني يصلي اصلا يمكن يصلي من جلوس ده هو ما يعني عمره ما شفته بيصلي الجمعه خالص انا لا هو ما يصلي هو ما يصلي جماعه لان يعني هو رجل كبير هو فوق ال 90 عمر فوق ال 90 بلد. ما شاء الله لا. ماشي يا شيخ عبال ما نشوفك كده ان شاء الله تعالى مرجع كبير في العراق. الله يسلمك وانت موجود ان شاء الله على تكرم يا شيخ. هكلمك انا ان شاء الله ما ترجع العراق تنزل لي الرساله وانا اكلمك ان شاء الله. ان شاء الله اهلا وسهلا. ماشي يا شيخ سلام عليكم. الله راجل غلبان بصراحه.